السؤال الآخر: شخص مقترض من بنك التنمية العقاري، وبعد الانتهاء من العمارة أجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك والباقي ينتفع به، فهل عليه زكاة في الإيجار كاملا أم في الباقي من الإيجار بعد تسديد البنك، أم ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟ إذا سدد، إذا أجر الإنسان عمارة له أو فيلة له بناها من البنك أو بناها من ماله وعليه ديون، أجاب عليه، فعليه أن يزكي المال الذي بيده من التأجير إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك أو غير البنك. هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول إن الدين يمنع الزكاة في مقداره، لأنها مواساة فلا يوافي عن مال قد قابله الدين، ولكن هذا رأي يقابل النصوص ويصادمها في الظاهر، فلهذا الصواب أنه لا يعتبر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله إلى الناس لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون، بل كانوا يأخذون الأموال، يأخذون الزكاة للأموال لغير سؤال لصاحب المال من غنم أو إبل أو زروع أو ثمار، يأخذون منه الزكاة ولا يسألون هل عليه دين أم ليس عليه دين. ولو كان الدين يمنع الزكاة لسأل العامل، ولا أمره النبي يسأل عليه الصلاة والسلام. فالصواب أنه لا يمنع، أن الدين لا يمنع. فإذا أجر العمارة أو فيلة التي للبنك فيها دين، إذا أجرها ب100,000 مثلا ثم حال الحول على هذا الأجرة قبل أن يوفيها الدين، قبل أن يوفيها البنك، قبل أن يصرفها، فإن عليه الزكاة. أما إن أوفى الدين الذي عليه أو أنفقها في حاجاته قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا بالديون التي عليهم قبل وجوب الزكاة، حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة. فإذا أوفى قبل الحول، وكان الحول مثلا في رمضان، وأوفى ديونه في رجب أو شعبان حتى يصفي ما عليه من الديون، قد أحسن ثم يزكي باقي. أما إذا حلت الزكاة والدين باقي لم يوفى، فإنه يزكي والله يوفي عنه سبحانه وتعالى، يزكي المال الذي عليه، والدين يوفى من المال الباقي مما يستقبل من المال من أجال وغيره. الله يغفر لك. صار عليه 150,000 الزكاة على من؟ ولا ما تستطيع وفاءها، أو اللي موجدها وصاحبها لم يستوفيها، من تكون عليه؟ زكي المال اللي عندك، إذا كان ديون 150,000 أو أكثر، زكي المال اللي عندك. إذا كان عندك تجارة أو عندك إبل حال عليها الحول أو غنم حال عليها الحول، زكيها والدين في ذمتك، يبقى في ذمتك حتى تؤدي. طيب هل أدفع عن الزكاة الدين ذا؟ الدين ممتاز إذا عن صاحبه. صاحب الدين زكي، يعني إذا كنت بريئا زكي هو، وأنت بريء زكي. شيخ عفى الله عنك، لو واحد أخذ بالرأي الآخر اللي يقول ما فيها زكاة، ليس بصحيح. ليس بصحيح. إذا عرف الحجة ما هي صحيح.